هذا مباشر اذا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة برشي. كنتواجدوا داخل المنزل ديال الشاب اللي قالوا بانه ارتكب جريمة قتل البارح في حق الخطيبة ديالو او الصديقة ديالو اللي عنده معاها بنيته كتبلغ من العمر. شحال هذيك البنت شحال في عمرها؟ عامين وربع شهور. وهذه الام ديالو اللي تعاود لنا، انا اللي خرجتها من السبيطار. وانا هذه الام ديال الشاب اللي متهم بجريمه القتل، غادي تعطينا تفاصيل شنو وقع البارح الشريف. البارح دخل معاها الصونص قريب السبعه من الخدمه، غسل وما الفبركيه كل معايا ما كاينش، خرج مع الصب ما في شرب الدواء ديالو. انا يلا صيفطت الماي الوقت باش يدخلوه لي، الا هما عطاوه لي راه كاين على بواحد ماي الوقت، فاني ديالو الدواء ديالو الورقه ديال الطبيب ديالو كاين عند ماي الوقت. دابا الا هما هبطوهم لي ما شربش الدواء ديالو، ما شربش معايا اسي، ما دار معايا حتى شي حاجه. جا مع الصب وخرج قال لي شي واحد عليه شي حاجه، خرج قلب عليها قال لي شنو كديري شنو كتعملي هادشي اللي كديري فيه ما خدامش، كتخلي الناس كيضحكوا عليا. انا كنقول لك بنتي ما تخرجيش عاد سوافريه، وكنقول لك بنتي ما ديريها حتى واحد، وكنقول لك امينه محدي انا معاك فوسي عليك السوافريه. وهي ما داخله السوق راسها امينه الله يرحمها ويوسع عليها، ما داخلاش امين سوق راسها، ما كتمشيش مع ولدي، كتمشي مع الكل. ملي كيمشي هو للخدمه كيقول لي راه داها فلان وداها فلان، وهو اللي كيجي كيتعصب عليها. ما حضرتش انا وما درتش، قالوا لي الناس بلا ان راه كانوا وقف معاها ونغزب شي موس غير نغزه وحده هي اللي ملي انا سمعتهم السبيطار هادشي اللي قالوا لي طب في السبيطار قالوا لي نغزه وحده، حيت انا سمعت والدي وسمعت هذيك امني لان انا كنعرفها وكنحقها، وانا اللي منفسها بالدريه، وانا اللي صيرت عليها، وانا اللي وقفت معاها، وانا اللي سكنت عاد اختي تصحت وتكسيسه وتصبطت على قد جهدي. وديك الساعه قلت لها بنتي الا تيعفى عليك الله اجي مرحبا بك، كنتي في هذا الميدان سير الله يسهل عليك، والدريه اجي دعيني وندير لها انا الحقوق اللي راه عطيني بنتي. وكان انت كتقول له تفارق معاك يقول لك كنبغيها واش كيبغيها؟ كيبغيها علاش دابا غير عليها؟ راه كيبغي الدريه، كيبغي البنت، كيبغيها علاش هو غينوضي غير عليها ملي سمع مشات عند الزوافريه؟ ممكن كيبغيها هو ما فارقش معاها، راه ربع سنين وصرف وهو معاها ولحد الان معاها، كيعطيها كيصير عليها، كيعطيني انا شويه وكيعطيها هي شويه، كتقول يعطيني باش نشري ليه كوش، كتقول يعطيني باش نشري حليب، كيأدي ليها كيأدي ليها اليوم هذا كان كيأدي ليها. واش انت كان كيتعاون معاك؟ كان هو اليد اليمنى ديالك؟ كان اليد اليمنى ديالي، هو المرضي، هو المرضي، هو اللي خدام عليا في هاد الكورونا، هو اللي هازني، هو اللي كينفق عليا وكينفق على بوه كل الصحه. انا كنخدم في الديور، انا كنخدم في الطيابات، انا كنخدم في اي حاجه قالوا لي ديري غير نجيبها من الفلوس كنمشي. هو كيقول لي ماما انا معاونك، بابا مريض انا معاونك. كان بوه كيدير سربي، ولكن بوه محل في صحته وما بقاش كيقدر، دار واحد الكتف ما بقاش كيهز البلاطه ولا من لابس اللي طالو ولا حتى شي حاجه. بوه عيا انا معاونه انا وولدي على الوليدات. نشوف عندكم هنا دابا في الدار، نتوما اللي بحال نتوما اللي عندكم الكنازه كلشي كيبكي. اه كلشي كيبكي، يعني السيد كان عزيز على الناس ديال الحي. مسوقين شي مشيت عندها كنقول لها عاودي ندفنوا الدريه، كتقول لي سيري دفنيها ولا خليها. مش صيفط العضو ديالنا، عيط لي الصباح كيصيفط لي لابيلانس وتكلف لي بواحد الدريه راه كاين هاكين قال لي مرحبا، وصيفط لي لابيلانس وصيفط لي الناس المسؤولين ومشاو اليوم ومشات معاهم ما دات حتى ورقه، ما دات لا لاكارت ديال الدريه لا لاكارت ديالها في الدار البيضاء، لا لاكارت ديال الداسه، لا حتى شي ورقه باش نسبوا للدريه ندفنوها، ما دات حتى شي حاجه. مشات طويله قالوا لي فين الاوراق؟ قالت لهم انا ما عنديش. قال باش مربيها باش هادي باش ديك؟ قالت لهم ما عنديش. دابا راه ردوها، والحاج السي كامل الله يجازيه بخير والله كثر خيره اللي هو وقف معايا اليوم ووقف معايا غدا، انا اللي مشيت ليها باش صيفط اختي وعائلتي باش يجيبوها باش يدفنوها، انا اللي واقفه عليها، انا اللي واقفه على الحاج. انت انا ما صاخيش بها، انا وقفت عليها وصيفط الناس باش يجيبوا لي، وانا اللي كنعيط للسي كامل الله يجازيه بخير. انا اللي عيطت ليه، انا اللي عيطت ليه وسولي، انا اللي عيطت للسي كامل باش يجي يكلف ليا بالدين لان الله الموجود عنده. تصور المحل شوف قداش على قد الحال، عندي جوج بيوت الحاله ضعيفه، عندي جوج بيوت الحاله ضعيفه، راه هو اللي معاوني على خوتو، هو اللي معاوني على بواه، هو اللي معاوني على كلشي، وباقي صغير وما عمره دار شي حاجه في حياته.
ولدي مسكيري، ولدي محشيشي، ولدي ما كيتقرقب، ولدي ما ضارب لحم، ولدي ما كيدير حتى شي حاجه. شويتني في ولدي، شويتني في ولدي، شويتني في ولدي سيدي، الله يجازيكم بخير. كنطلب من الناس وقف معايا، شويتني في ولدي، باقي صغير عمرو ما تشد. الله يجازيكم بخير. شحال في عمرو؟ شحال في عمرو؟ 22 عام. كنطلب من الناس المسؤولين، وكنطلب من الخوت اللي كيشوفوني تعاونوا معايا، انا مزوق فيكم. ما عندي باش ندير حتى المحامي ولا اخر، ما عنديش، ما عنديش باش نوقف على ولدي. ولدي باقي صغير وما يساش، وكيبان لي البارحه غادي يهبل. من بعد ما ضرب هذا السبيطار دار راسي، داخل عيط لافيرونس ديال الفلوس، تسلف من عند واحد الدري قال لي عطيني باش ناخذ لافيرونس ديال السبيطار، وضحيت هو خدام وما بقالش حتى اليوم الحال اللي خاصو يتخلص. هو كيدير مهنته بالباص، والبارح هو خدام. الا بغيتو الباترون عيط لكم عليا مرحبا، الا بغيتو الدري اللي خدام معاه في نفس الموبل عيط لكم عليا. تلاقيت مع السيد اللي خدام معاه وقال لي قال لي راه كان خدام معايا. ما كذبتش عليك، قلت لك اللي كاين. واليوم داها السبيطار وكيطيح ينوض عليها، الى انه ما ضربها شرقها ولا طعنها ولا شف عليها عير غر الشيطان، ولا ما عرفت كان كيتمازح معاه. نغزه وحده توفات، نغزه وحده حتى مشات راسي، حتى مشات المريزو توفات. ما يرحم الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، هي الله يرحم ويوسع عليها. وانا كنطلب من الناس المسؤولين والناس اللي كيشوفوني يعاونوني في كبتي، راه هي اللي هز معايا الحمل، هو اللي هز معايا خوت وصغار. عندي دري صرا عنده 4 سنين، عندي دري عنده 13 عام. انا كنخدم في الديور، كنخدم مع الطيابات، كندير الميناج في العراس، اي حاجه كنديرها. باهم كيعاني بكتفو، كان كيخدم معايا ولكن كيعاني بكتفو. واليوم راه المهدي وايدي اليمنى. كنطلب من الناس المسؤولين تعاونني، انا مزوقه فيكم، ما انا اللي عندي الكنازه، انا واقفه على الدريه واقفه على ولدي، وما عنديش الجد، ما عنديش الجد. واللي كاين انا كنقول لكم وكنترجاكم وكنطلبكم. إذا كيف شفتوا كان هذا التصريح ديال أم الشاب اللي متهم بجريمة قتل ديال مدينة برشيد. وولدي شوفوا كيفاش حزينة على الولد ديالها. وولدي عرفتنا التفاصيل ديال جرحتيني يا ولدي. وولدي المرضي الضحية. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. وولدي.